المتميزة، وهذه اللجان العاملة على أرضية ميدان الشحانية أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع عشر للقعدان. المفاريد مسافتنا هي المعتادة ألا وهي 1500 متر. لحظات ونعرفكم بالمراكز المتقدمة. مقدمة الشوط للهام محمد بن فاران بن علي بن حمد المري. المركز الثاني البترول أحمد بن راشد بن حسن بوجسوم البدر، من يقدم لنا البترول على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الوسمي جابر بن علي بن جابر النجم المري على المركز الثالث. المركز الرابع وصل الحدب ناصر بن فرج بن ناصر الحفيظ المري، من يقدم لنا اسمه ويقدم لنا شعاره من غير الى المركز الثاني. والقادم والواصل يا اخواني وصل وتقدم، وصل وتقدم في هذه اللحظات البدع فهد بن علي بن عبد الله المهندي هو القادم، من يقدم لنا البدع. نعود وياكم الى الصدارة الى المقدمة اليد الهام محمد بن فاران بن علي بن حمد المري، من يقدم لنا دلهام على الصدارة. المركز الثاني الحدب وناصر بن فرج بن ناصر آل حفيظ المري، والقادم الواصل وصل الوسمي جابر بن علي بن جابر النجم، والقادم ايضا البدع بشعارك يا ابو علي فهد بن علي المهندي. ولكن نعود وياكم الى الصدارة دلهام محمد بن فاران بن علي بن حمد المري، من يقدم لنا دلهام دلهام دلهام. انطلق انطلق بشعارك يا بن فاران. الله 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 يا دلحام الله، انطلق بهذا الناموس. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الدخول من الوسمي جابر بن علي بن جابر النجم. المركز الثالث كان الدخول من البترول احمد بن راشد بن حسن البدر. المركز الرابع كان الدخول من شعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي مع البدع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، خامس المراكز كان الدخول من شلال عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي المري. تهانينا والناموس لمن قدم لنا هذا البطل منذ انطلاقه هذا الشوط حتى الامتار الاخيره. شعار دلهام محمد بن فران بن علي بن حمد المري محتل المركز الاول بتوقيت زمني وقدره 2:09:03 من الثانية توقيت دلهام. المركز الثاني كان الدخول من قبل الوسمي جابر بن علي بن جابر النجم، والتوقيت 2:09:37 من الثانية. تهانينا والناموس لك النجم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثالث المراكز كان الدخول من قبل البترول احمد بن راشد بن حسن بوجسوم البدر 2:10:41 من الثانية. المركز الرابع كان الدخول من شلال عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي.